السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكل من تتابع هذا الفيديو. تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو إن شاء الله غنعطيكم واحد الوصفة للعزة والمهابة. اللي بغات أو اللي بغى تكون عنده هيبة بين الناس، تكون عنده الهيبة كما تنقولوا حنايا، سواء امرأة أو راجل، هذه وصفة مجربة وفعالة لهذا الموضوع، وفي نفس الوقت سهلة. غادي تولي عندك واحد الهيبة لا مثيل لها، وغادي الكل يحترمك ويعزك، ويكون عندك واحد القبول بين الناس بواحد شكل لا يصدق. هي سهلة جدا، فقط باسم من أسماء الله الحسنى، وهو اسم المعز. شنو تنديرو؟ تنقراو اسم المعز يوم الاثنين والجمعة بين المغرب والعشاء 141 مرة. اسم المعز تنقراوه 141 مرة بين المغرب والعشاء، كل اثنين وجمعة. ديروها حتى تبان لكم النتيجة، ديروها كل اثنين وجمعة حتى تبان لكم النتيجة، والنتيجة راها غادي تبهركم. وغادي تلاحظوا الفرق عند جميع الناس في تصرفاتهم معكم، والقبول اللي غادي يولي عندكم مع الجميع، والهيبة اللي غادي يعطيكم الله بهذا السر من أسراره اللي كاين في هذا الاسم من أسماء الله الحسنى، وهو اسم المعز. هذه هي وصفة اليوم. تنتمنى تجربوها وتنتمنى تعجبكم. طبقوها، راها فعالة فعالة جدا. وبالتوفيق للجميع، وبسلام عليكم إلى الفيديو المقبل إن شاء الله.